اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش شرايح الستيك. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندويتش. مكونات الساندويتش شرايح ستيك متقطعه وطماطم، صويا صوص، خل بلسمي، زبده ومايونيز، سام شويه ملح وفلفل، وفي البصل المفروم. سخنا بس شويه زيت بملح، نحط فيه الزبدة، النار هادية. أول ما الزبدة تسيح هنحط البصل، بس ممكن دلوقتي نحط الطماطم في الكبة. مايونيز. نحط البصل كله برضه على نار هادية. عايزين البصل يشرب الزبدة. شوية من صويا صوص، شوية من خل بلسمي، بس صغيرين جدا. رشة ملح وفلفل، بعد كده نحط شرايح اللحمة أو شرايح الستيك. مع فلفل أسود. حتة زبدة كمان. ده بالظبط الشكل اللي احنا عايزينه لما تستوي. البصل مغمقش، الزبده لسه موجوده، واللحمه استوت. نبتدي نجهز الساندوتش. نحط المايونيز اللي احنا عملناه بالطماطم. نحط شرايح. بناخد معلقة من البصل والزبدة. رشة فلفل في الآخر. كده الساندوتش بتاعنا جاهز. ساندوتش شرايح ستيك، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع نشوف العصير. النهارده هنعمل عصير افوكادو بالجزر. المكونات: جزر مسلوق، افوكادو متقطعة، عصير تفاح، جنزبيل، وعسل. نبتدي نحط الاول جزر مسلوق، افوكادو، عصير تفاح، شويه صغيرين من الجنزبيل، عسل كويسين،
فلفل ونخلط. كده العصير بتاعنا جاهز، عصير جزر بالافوكادو، ساندوتش حاجه ساقعه بالهنا والشفا.